بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا كنا في تفسير قصة مريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. لعندهم شك اليوم، لأن هذا الدرس الرابع في موضوع مريم، في قصة مريم. الآن قلنا هون في فراغ، إيش اللي حصل؟ إيش اللي حصل؟ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. أولا فحملته، واضح أنه قلنا في السابق أنه الملك جاء وقام بعمل ونفخ بشيك. الآن حملت، طب حملته 9 أشهر ممكن، المسألة إعجازية، ممكن حملته ومسألة الوضع كانت برضو في الحادثة نفسها، ما فيش أي شيء بدل، لأنه فحملته فانتبذت. الفاء هاي، الفاء اللي بتعني ترتيب والتعقيب، ممكن يكون على اعتبار الحمل يأخذ الوضع الطبيعي. ممكن بعض النصارى بيقولوا قال 275 يوم، يعني وكأنه يعني كاينين يحسبوا 275 يوم مشك. حملته في عندي الحمل، إذا الحمل كامل فانتبذت، هاي قضية الفاء ممكن هون بهذه الطريقة. إذا ممكن يكون الحمل كامل، ممكن لا، ممكن يكون القضية كلها إعجازية، صناعة ربانية، تمام. وبالتالي مقدرش نبني، مقدرش 9 أشهر، ومقدرش نبني على كونها حملت فورا ثم وضعت بعد الحمل مباشرة، لأن الفاء هاي بتعنيش إيش. ليش؟ لأنه ممكن يكون أحيانا الفاء حملته، طيب ما هو معروف أنه الحمل 9 أشهر، فانتبذت، يعني يبدو أنها الآن بدأت هي تشعر ممكن بآلام المخاض، تعرفوا النساء ممكن يشعرن قبل فترة، فانتبذت. وسبق أنه تحدثنا إيش انتبذت، إيش انتبذت، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قصي هل هو البعيد؟ هل المكان البعيد؟ غالبا إذا بتذكروا احنا تحدثنا في موضوع قصي، هو فيه معنى البعد وفيه معنى الارتفاع. فيه معنى البعد مع ايش؟ ارتفاع. كيف لما نقول أقصى أماني؟ لأنه بتمنى لتحت ولا لفوق؟ لفوق. لما نقول أقصى أماني فلان كذا، إيش يعني أقصى؟ البعد في إيش؟ في عالم الرفع والارتفاع. لذلك لما تحدثنا في موضوع الأقصى إيش ممكن يكون. فبالتالي إذن فحملته فانتبذت به مكانا قاسية، إذن قاسي فيها بعد. شو كمان إضافة للبعد؟ ممكن الارتفاع. هل هي ذهبت إلى مكان بعيد مرتفع لما شعرت بآلام الوضع؟ ممكن احيانا تاخذ الالام ساعات طويله، واحيانا ايام تاخذ بشكل. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها. اجاءها نادر ما تستخدموها انتم كعرب، ما تقولش اجاته او اجاءه. حدا عمركم سمعتوا واحد بيقول اذا؟ سبق بينا بأنه جاء، إيش بتفرق عن أتى؟
غير الكلام اللي بيقولوه يا شيخ باسم، تفرق عن أتى إنه المجيء فيه قرب، قرب يعني هل المجيء إتيان؟ نعم. هل المجيء إتيان؟ نعم، بس أنه إتيان قريب كثير. وجيء يومئذ بجهنم، جيء هاي جيء بشيك. بعدين فلما أن جاء البشير، جاي بالقميص هو في قصة يوسف عليه السلام، فلما أن جاء البشير ألقاه، هو بالقيم هو بعيد 4-5 متر ولا لازم يقرب مشان القميص يعني، انتبهنا. جاء إذا ممكن يكون في فروق بين معنى أتى وجاء، لكن احنا الآن نركز على معنى القرب. فأجاءها يعني جاء بها المخاض، وقالوا يعني ألجأها. وبتعرفوا انتم مسألة انه ليش ممكن هي تأخذ جذع النخلة وتشد، ما هو معروف اكثركم بيعرف انه في حالة المخاض مرات والآلام وبدها تولد المرأة تمسك شيء، تمسك، فهي لما تمسك جذع النخلة هذا بيساعد بتشد بشيك. فأجاءها المخاض، إذا المخاض ألجأها، إذا شو ممكن أجاءها؟ ألجأها وجاء بها، جاء بها إيش؟ يعني قربها، هو مش بس قربها للنخلة، مسكت بالنخلة مش هيك يفترض؟ فأجاءها المخاض. طب إيش المخاض؟ من ناحية اللغة يعني، هو أنتوا بتعرفوا المخيض ولا بتعرفوش؟ المخيض، المخيض اللي هو يعني باللغة مخيض يعني فعيل بمعنى مفعول، يعني مخيض بمعنى ممخوض. شو يعني ممخوض؟ إذا بتلاحظوا بيوضعوا مثلا اللبن في سائل، عفوا بيوضعوا اللبن في إناء ما جلد ولا غيره ومسكر، وبيبدو إيش؟ يخضوا. طيب هذا اسمه مخض. شو يعني مخض؟ اضطراب الشيء في داخل شيء، اضطراب شيء في داخل في باطن شيء، شو اسمه هذا؟ مخض. وبالتالي ليش سميناه مخيض احنا؟ مخيض، احنا بنقول مخيض. ليش سميناه؟ لانه هو يوضع في داخل اناء، في باطن اناء، ثم ايش؟ بصير في حركة واضطراب. اذا اي الحركة والاضطراب داخل في باطن شيء، شو اسمه هذا؟ مخض. وبالتالي لما بصير في اضطراب في داخل المرأة لما بدها تولد، آلام وحركة الطفل وتفاصيل، هذا بس شو سموه؟ مخاض. اذا فأجاءها المخاض الى جذع النخلة، فأجاءها المخاض الى جذع النخلة. طب نخلة ايش نخلة على فكرة؟ ايش النخل؟ ايش النخل هو اصلا؟ لما انتم بتقعدوا تنخلوا، شو القصد بالتنخيل هذا؟ لما انا بصير انخل قصدي اختار افضل شيء. لذلك ليش سموا اللي بنلقي هذا نخالة؟ لانه او نخالة يعني احنا بنقول، لانه يبدو اللي نتج عن النخل وهو الاختيار بقصد اخذ الايش؟ الافضل، لان احنا بنعمل بهذا الشكل مشان ايش؟ لاحظوا النخل مشان في الاخير ناخذ الاشي الكويس ونترك اللي بدناش اياه احنا. فبالتالي طب ليش سمي النخل نخل على ضوء هذا الكلام؟ لانه اذا كان هو اختيار الافضل على ما يبدو، وفعلا هو هذا على فكره، في بتنافسوا في عالم الشجر، الشجر اقصد اللي له جذر، جذع وسيقان وبتفرع، يعني انسوا العنب، العنب بشبهش الشجر، لانه على فكره ملك الفواكه كلها العنب، هاي اول قضيه تعرفوها، ملك الفواكه كلها العنب، بتنافس مع التمر. وعندنا الشجرة المباركة الزيتون والزيت، وبتعرفوا انه النخل بنوجد في الاماكن غالبا اللي بنوجد فيها الزيتون، الزيتون بده مناطق معتدلة، لا هي حارة شديدة ولا هي باردة برد شديد، معتدلة. والنخل بيكون في المناطق الحارة، فيبدو انه فعلا ما في شجرة افضل منها من الشجر اللي اعتدت الناس في المناطق اللي يزرع فيها. لما نيجي ندرس ايش يمكن يستفاد من النخل، شيء عجيب هو الزيتون على فكرة، شجر الزيتون والنخل،
وكأنه نخالت يعني كأنه نخلنا كل الشجر واخترنا الأفضل أنه النخلة النخل النخيل تمام. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت. طبعا هو احنا مع فكرة اذا هي 9 اشهر اذا هي 9 اشهر زي ما بيحملن كل النسوان ممكن لا كما قلنا. اولا شو اللي بيجعلها تكون بهذا الشكل؟ اولا لاحظوا هي ابتعدت عن الناس. تصوروا في البر تبتعد عن الناس مع آلام ولوحدها وفيش مساعد، ثم يعني اخر مرة تم الكلام معها بجوز قبل 9 اشهر يعني بيكون الواحد ايش قال لك بجوز انا ابصر عادي بعد في اتصال ولا ما فيش؟ ها مش اخر مرة اتكلمت الملك لما نفخ؟ طب وبعدين ايش صح؟ فلذلك واضح من آلامها وحالتها النفسية وعذراء وبدها تولد الآن وهموم انها راح تيجي بقومها وبيؤمن. طب هي بتؤمن وفهمها وهي عارفة، طب الناس شو راح يقولوا الناس؟ وهذول الناس على فكرة الطاهرين بهمهم كمان وجهة نظر المجتمع، حساسين لأنه الفساق إذا بتلاحظوا بيوصل فيهم البلادة أحيانا درجة إيش ما بيسألش في الناس وشو بتقول الناس، ليش يكون حساس أصلا؟ فهنا والقرآن الآن بيعبر لك أو بيعطيك بالضبط هي إنسانة زي بآخر البشر آلامها ومخاض وباقي النساء وشو ممكن في مثل هيك وضع محرج. يعني اليوم المرأة بتكون الزوجة وإلها زوج وإلها أهل وكلهم فازعين في المستشفى وعارفة تماما ومستبشرة بالولد وكله تمامه وبتكون الصياحة وين واصل؟ ها؟ وحالتها النفسية. طب كيف لما تكون في البر وقومها أبصر فيه يقولوا ويصدقوها ما يصدقوهاش وبعدين إنها 9 اشهر إيش برض الوحي بيجي بيجيش ها؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا. وفي نسيا يا شيخ في القراءة إذن اللي هي قراءة الجمهور يعني مش قراءة الجمهور هي وكنت نسيا منسيا. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا وكنت قراءة الجمهور وكنت نسيا. طبعا تعرفوا قراءات ما هي كلها قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول علم القراءات المتواترة تمام. وكنت ايش النسي او النسي؟ النسي النسي زمان كانوا مثلا لما يكونوا في سفر مثلا وتنزل وينزلوا في مكان المضارب وإشي بعدين بدهم يرحلوا في اشياء بتكون تافهة بتركوها ما بنزمش يعني يلموا كل شيء، يعني وتد استخدموه مثلا في خيمة هذا بتركوه، في شوية غراض بتخففوا منها، هذه الأشياء التافهة في منظار الناس اللي ما إلها قيمة شو بيسموها؟ نسي. نسي ليش سموها نسي؟ لأنه أجيبها يا بقى انسى، ما هي أصلا الناس إيش تتركها متعمدة، لأنه النسيان نسيانين، ممكن نسيان عن ترك تعمد يعني انسى يعني ما بيستاهلش، أو نسيان بعدين. نتكلم الآن عن النسيان، وإذا تذكر إحنا فرقنا بين نسيان وسهو وغفلة، إيش الفرق بين هذول الثلاث؟ ولكن نشوف هي وكنت إذا نسيان يعني بطبيعته بتتمنى لو كانت هي زي النسي هذا اللي ما بيهتم له أحد، ومش بس هيك ومنسي، لأنه هذا النسي الحقير مرات مننساهوش، يعني بنكون شايفين الوتد ومش ناسينه احنا، بس هو نسي يعني من الاشياء اللي الحقيرة عندنا في منظارنا ما بتلزم نغلب حالنا واحنا نطلع الوتد يعني مش اشي له قيمة اصلا. ولذلك اضافت ايش؟ منسية كمان، كمان هو نسي، يعني بمعنى ايش النسي او نسي النسي والنسي اللي هو الشيء اللي بطبيعته تافه وما حدا بيقبه فيه وكمان ايش وكمان منسي بشكل التأكيد. وكنت هي بتتمنى لو انه معناته ما يعني ماتت، ومش بس ماتت على فكرة، مش بس ماتت والناس ما بتذكرهاش اصلا، لانه ممكن واحد يموت ويظل همه انه اموت وبعدين قرايبي من بعدي ينخزوا. طب هاي شديدة، هاي لانه في ناس خصوصا الناس الاخلاقيين بيكون مش بس بيهتم بنفسه
والتهمة إذا بدها تطال كمان قرايبه مش العار اللي بده يخلفه، فهي يا قبل لحظة يا لتني ميت قبل هذا وكنت نسيا، يعني من الأشياء التافهة الحقيرة اللي الناس بنسوها وكمان ناسينها كمان ما عدا بعرفها، وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها، هون تحديد الجهة، فناداها من تحتها، هون تحديد الشخص، وقراءتين قراءتين متواترات، فناداها من تحتها، إذن الجهة هون الجهة من تحتها، خصوصا لما قلنا احنا انه شو معنات قصي؟ بعيد مع ارتفاع، بجوز هي لاحظوا ابعدت وكانت في مرتفع هيك بعيدة، تمام؟ فبالتالي فناداها من تحتها، او فناداها من تحتها الشخص، وذلك في قولين للمفسرين انه فناداها من تحتها اللي هو من تحتها في الجهة، يعني الشخص نفسه انه جبريل عليه السلام، ولكن يبدو الارجح اذا بدنا نرجح لها واضح انه عيسى عليه السلام الطفل، يعني الطفل مش هو نفسه الطفل، لما جاءت لقومها تحمله ويا مريم الى اخره شقة نطق، فاذا هو ممكن اول ما نطق وانت عند الميلاد إلها تطمينها ايه، شوف لما ينطق الطفل اللي هو تحتها ومن جهة من تحتها الجهة ومن تحتها الشخص، ويبدو انه الارجح لا انه مش جبريل، لانه اصلا هون مش مذكور جبريل اصلا في النص بالمرة، انه نص ما خلاص انتهى حملته وبجوز قعدت 9 أشهر بعدين انتبذت مكان قصي، طيب والان لحظة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، حملته حملت مين خلاص، إذن الكلام المذكور إيش؟ فانتبذت به مين؟ عيسى لحظها، فانتبذت به بمين يعني؟ بعيسى عليه السلام، فانتبذت به مكانا قصية، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها، من المذكور قبل شوي؟ يعني هو جبريل مش مذكور أصلا، جبريل عليه السلام مش مذكور هنا، المذكور هو حملته فانتبذت به. ومن أكثر ما استغربته أنه بعض فطاحل التفسير المعاصرين شوف كيف الإنسان مهما كبر أحيانا تصوروا بيجي بيقول انه اصلا عيسى مش مذكور عليه السلام في النص اللي مذكور جبريل، فكيف بدنا نحملها؟ فهو بيرجح انه جبريل، قالوا عيسى مش مذكور، قالوا عيسى عليه السلام مش مذكور، اما حملته مين وانتبذت به مين؟ بالعكس جبريل اللي مش مذكور. مع ذلك بتجد بيحصل احيانا من كبار المفسرين بيقول لك هذا جبريل حتما، لانه اصلا وين عيسى؟ وين ذكر عيسى؟ وين ذكر عيسى عليه السلام؟ مين هو؟ فحملته فانتبذت به ايه عيسى عليه السلام مكانا قصيا، فناداها، اذا من اللي ناداها؟ يبدو انسوا موضوع جبريل الان لانه بعيد، تصوروا ممكن احيانا اهل التفسير الى درجه انه ممكن يكون كبير تفسير يقول لك انسى هذا جبريل، وهينا بنقول انسوا لا بل هذا عيسى، لان هاي النص حملته هو فانتبذت به هو عيسى. خليني اذا اقيم الضمائر واقول الاسم، فحملت عيسى فانتبذت بعيسى مكانا قصيا، فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسا منسيا، فناداها عيسى منسجم ولا لا؟ ما فناداها، لانه هو اصلا تحتها فعلا، لما بتولد وين بيكون؟ تحتها، والجهه اللي بده يناديها منها تحتها، فالجهه تحتها والشخص تحتها المولود،
اما كيف المولود تكلم؟ طب هو الان راح تلفه وتروح فيه لقومها وراح يتكلم كمان، وانه يتكلم معها هو، يتكلم معها هو، هذا بطمنها تماما، بطمنها تماما، معناته كل شيء تمام. زي ما جاء الملك وقال لي انه انا رسول، هي الولد عم بقول. فناداها من تحتها الا تحزني. تصور، وهذا على فكرة اشي مدهش غير معهود، الولد بقول الا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية. سرية واحد من اثنين في التفسير، اما السري اللي هو الرجل يعني ذو الرفع، صاحب الرفعة والمكانة والشرف، بسموه سري. ويبدو لي على فكرة، يبدو لي انه شجر السرو، هذا السرو ممكن سموه سرو. ليش؟ لان اذا بتلاحظوا بيرتفع كثير، بيرتفع كثير السرو، والسري هو صاحب الرفعة والشأن، مش هيك؟ لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. هذا طبعا شاعر قبل الإسلام، قبل جاهلي، هذا شاعر جاهلي. إذن قضية السري والسرة معروفة. إذن لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. طيب، ويقال أنه لا، السري اللي هو النهر الصغير، نهر نهر، ويسمي سري لأنه يسري بلطافة، يبدو مش بيكون شلال، مش بيكون شلال، لا بيكون سريان لطيف. فممكن هذا النوع من النهر اللي سريانه هيك فيه خفة، هذا إيش؟ سري بسموه. فالأمرين وردات في اللغة. طب نشوف الآن، نشوف شو ممكن يأكد هذا المعنى أو هذا المعنى. لما يجي يقولها، ولاحظوا انه مش هو اللي بيتكلم، يعني مش هو الطفل اللي عنده في ذهنه المعاني، وانما ينطقه مين؟ اذا تستغربوش انه يوصف نفسه انه راح يكون رفيع الشأن وشريف، لانه هي خايفة من العار اصلا، هي خايفة من العار. بس هذا الولد شو راح يكون؟ شرف ورفعة. هي أول مش هي، ولا هي ليش على فكرة هي بس ألم، هي يا ليتني مت قبل هذا، ولا مسائل ثانية، مسائل ثانية. وكيف مواجهة الناس، كيف مواجهة الناس؟ وبعدين مش يظن الناس يعني عندهم المعلومات اللي عنها، المعلومات اللي عندكم حتى تكون تمام الأمور. لا، ما هو أصلا من أول ما واجهتهم، من أول ما واجهتهم شو قالوا لها؟ يا مريم لقد جئت شيئا فريا. تمام، هاي من اول يوم واجهوها في المسألة. فاذا لذلك انه خاطبها ويقول لها لا، هذا اللي تحتك انا يعني شريف ورفيع المنزلة سري، قد جعل ربك تحتك سرية. هذا المعنى، اذا السياق نفسه بيقبله انه هي لانا من ايش خايفة؟ من العار، والعار شرف رفعه، العاشرة في رفعة. لا، قد جعل ربك تحتك، وهو يعير فيها ابن الزنا مثلا، يعير بأمه وأمه تعير فيه، الناس هيك سبحان الله، مع أنه ما ليش ذنب يعني الولد. تمام، الناس هيك. فبالتالي قد جعل ربك تحتك سرية، ممكن مقبول في السياق. طيب، والسري اللي هو النهر، النهر يعني يبدو النهر صغير يجري بسلاسة، مقبول برضو. ليش؟ لأنه بعدها شو بقول؟ قد جعل ربك تحتك سرية فكلي. لا لحظة، يعني بقصد من بالنسبة للسري الآن، فكلي واشربي. إذا ممكن يكون واشربي أساس إيش؟ طيب، إذا فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي، لاحظوا، وهزي إليك. انتبهوا الآن المعنى، إليك، لأن الواحد كيف ممكن يهز؟ يا إما هيك
يا إما هيك لا وهاي واحد الآن والدانة تهز هيك هيك وين الأطباء بزبط تقعد تدفع هيك وهي سوالد جديد لكن هي الآن ماسكة هيك هزي إليكي هذه هيك وهذه لازم تدرسوها أنتوا شوفوا الأطباء يشوفون هذا الموضوع لاحظوا هي كيف بدها تهز هيك إليكي لأن هي ماسكة هي ماسكة وهزي إليكي إذا مش هزي جذع النخلة مش هزي لا وهزي إليكي إذا المسألة هي ماسكة طبعا هيك تدفع بهذا الاتجاه وعلى فكرة ممكن إذا بلكي هذا الدفع بهذا الاتجاه هيك تهز بحرك عضلات الذراع والكتفين بس الأول تستخدم عضلات البطن واللي فيه مشكلة لطيف نقبل منك عماد أساس نقولها ونشوف المعلومات عندك انت مسؤول عماد بقول انه الهز بهذا الشكل بده عضلات الكتفين وايش والايدين بس الهز هيك بدخل فيه تحت وهذه تحت هنا يعني منطقة البطن بده يصير عضلات البطن وهذه بتكون حساسة الان الوضع لكن لما تهز هيك بيشتغل بس ايش بجوز امور ثانية احنا منقول اكلنا احنا منفسر زي ما هو الاية بتقول بشكل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا طب إيش الرطب وإيش الجني إيش الرطب وإيش الجني إيش يقابل الرطب في القرآن لا في القرآن أنا قلت إيش يقابل الرطب في القرآن يابس ولا رطب ولا يابس إذا اللي قابل في القرآن الرطب إيش اليابس مش الجاف تمام نشوف شو معنى رطب أو رطب الرطب لاحظوا بيكون في مسألتين المسألة الأولى مداوة ولو قلت مدوة برضو لغة صحيح كيف لما نقول مدى لما يكون اشي مندي بيكون ايش بيكون رطب بشيك مند طيب اذا بيجمع شغلتين الرطب مداوى مع لين لين لانه قبلها اليابس لانه اليابس بيكون جاف وصلب كمان مرة اليابس بيكون جاف وصلب وفي اشياء بتجف بتكونش صلبة مثلا ثوب كان مبلول وبجف بصير صلب هو دققوا معي ثوب مبلول فيه بلل وجف بصير يابس بس هون القرآن لما قابل قال ولا رطب ولا يابس طب إذا كان رطب غلب بكون لين رطب وإيش ولينها رطوبة مع لين نداوة مع لين يقابلها اليبس يابس لاحظوا جفاف مع صلابة لذلك احنا منقول عن الصلب يابس ولا لا اذا مش اي جاف يابس مش اي جاف يابس تمام اذا الرطب الان مش الرطب فبتعرفوا الرطب انتم الرطب بتعرفوه لا هو بيكون بلح في البداية البلح بيكون في البداية يابس بشيك بيكون يابس ولما بصير فيه تمر واحيانا بتحول للتمر وبين البلح والتمر بيكون هذا اللي بنسميه احنا ايش رطب بيكون فيه النداوة اكثر وبيكون لين رطب وهذا ممكن يكون فيها اشارة بتعلق بالحوامل يعني حتى مش بس التمر الرطب طيب الان وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية ايش الجني انت لما بتجني بتقطف يعني الثمر تجنيه بس برضو يعني هل هذا وقته لانه في وقت لجني اي ثمر مش هيك جني اي ثمر في له وقت فهون جني معناته ين بوقته جني اذا هو بوقته وقت ايش وقت اجتنائه يعني اقتطافه لانه اقتطاف اي شيء من شيء على فكره هذا جني وان كان غلب يذكر الجني
في موضوع الشجر والثمر. بقول بس هل فقط المسألة تتعلق الجني باقتطاف الثمر؟ لا، ما هو ولدنا منه أمور، مثلا الجناية، واحد عنده جناية وجنحة وجريمة، الجناية ايش هي؟ جنى مش هيك؟ جنى الجنتين، هذا في موضوع هون. ايوه، وجنى الجنتين دان، لانه جناش ايش هو؟ بكون جاهز من اقتطافه وجني واخذه، ايش اسمه؟ جني اخذه. بس 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 الجني الحقيقي اللي في صورته المثالية لما بتقتطفه في اوانه، فاذا شو جني؟ شو رطبا جنية؟ يعني في اوانه، رطب في اوانه. الان هبقتني يجيها شوية، تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينة. ايش قري عينة؟ وايش قرة العين؟ قري عينة. لاحظوا، القر البرد، مرات بنقول قر مش هيك؟ البرد. ولما مثلا واحد يبكي كثير من حزن او غيره، شو بصير بالنسبة لعينه؟ تسخن عينه. يقابلها ايش؟ بتبرد وبتجف. لما بيجف دمعها وبتبرد، لحظها، ومقابلها ايش؟ بتسخن العين وبكثر دمعها. وين بتسخن وبكثر دمعها؟ لما بيكون في حزن وما. طب وين بتبرد العين وبتجف دمعها؟ بكون في سرور. حتى دمع السرور يختلف عن دمع الحزن، حتى دمع السرور بيختلف عن دمع الحزن من ناحية درجة حرارته كمان. تمام؟ فهون اذا هذا هو ارجح معنى في قضية ايش؟ منين ولدوا الناس؟ وقري عينا، اللي فيها معنى الاطمئنان والهدوء والسكينة، مش هيك القصد قري عينا؟ بس ايش اصلها في اللغة؟ من هذا، من انها العين بتبرد، ببرد دمعها. تمام؟ اللي بتقابل ايش؟ اللي بتسخن، اللي بسخن دمع ساخن بكون. طيب، وفي ناس قالوا لا، قري المقصود ليش في حالة السكينة والسكون العين غالبا ايش؟ غير لما يكون واحد مضطرب، المضطرب عينه بتروح وبتيجي، بتروح وبتيجي، المضطرب مش هيك؟ عينه بتروح وبتيجي. وين تبع عينه بتقر؟ تسكن يعني؟ لما بيهدى نفسيته. إذا دير بالكم، ما هو النفس من جوا بنعكس على الجسد. الجسد إذا كان في قلق، إذا في قلق وخوف واضطراب، شو بصير؟ العين بتظل هايش، ها ها. لكن لما تطلع عليه تلاقيه عينه ساكنة، معناته هو من جوا إيش؟ هذا المعنيين. بس أنا أرجح منهن، أنا أرجح منهن، لا الأولاني. فكلي واشربي وقري عينا، يعني ايش قري؟ يا شيخ، بالنسبه لهز النخله، هز النخله ممكن نحن نقول نسكن الهز في النخله؟ احنا الان احنا مش في مقام موقف عادي، هو مقام يعني. حتى النخله في علماء شو بيقولوا، وهذا لازم نعرفه، في علماء بيقولوا هي اصلا النخله وجودها كوجود النهر، ولذلك هو قال النخلة. دقق وهزي لحظة، مش فأجاءها المخاض إلى جذع نخلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فممكن تكون أصلا النخلة كانت من أجلها، زي ما هو من أجلها إيش؟ قد جعل ربك تحتك سرية، وأنطق الولد كمان. وهي الآن هي شادة، أنت بس خذي إلك، هزي إلك. أما إحنا بدنا نتوقع الآن بده يكون عندها، ما هو كل الموضوع، كل الموضوع، ما هو كلما دخل عليها زكريا بدون ما تهز حتى يا شيخ، كلما دخل على من قبل كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقة، قال يا مريم أما لك هذا؟ قالت هو من عند الله. دقق. إذا معناته الهز
الهز مش بس مشان يسقط، بجوز بفيدها هي في وضعها هي اللي قلنا بدنا ندرس هذه إليك، الشد هيك الشد هيك. أما قضية يسقط وما يسقطش ما احنا كل واضح يا شيخ، ما هي كان يجيها أصلا بدون مت ثم إيش ممكن يستفاد منه حتى الناس اللي بدعوا، حتى الناس اللي دائما يا رب يا رب، طب انت شو قلت، انت شو قلت يا ابن آدم، حرك يدك حرك يدك انزل رزق عليك. أبصر صحيح الحديث ولا ما صحيح؟ بكل حديث قدسي يا ابن آدم حرك يدك، يعني ابذل من عندك انت، يعني ابذل وبعدين. أما بالمرة يعني مثلا بس كان بده يحكي الشيخ السريع، يا شيخ السريع كلها إعجاز. ولذلك أنا برجع على قضية حملت فانتبه تبيه الآية القرية وكان أمر مرضيا فحملت شيء. إحنا نعرف العرب تكون حملت به ما تكون حملت شيء، فهذا يبدو هذا يعني ممكن يعطينا إشارة إلى قضية اختزال المدة الزمنية في قضية الحمل، يعني في حمل في هذه الأعراض. يعني هكذا عفوا، خليني أول شيء نجي معنا هذا الشيخ باسم. الشيخ باسم بيقترح إنه الآية ما قالت حملت به حتى يروح ذهننا لتسعة أشهر، حملته مكون جهة حملته. طيب وإذا جبت الآية أنت اللي في القرآن شو بتقول؟ حلمت لما قال الله سبحانه وتعالى خلقته من نفس واحدة وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حملت ممتاز حملت حملة لا لا حملته أمه. شو مش في القرآن فيه حملته مش حملت به أمه؟ يعني المهم صح، أيوة هي إشارات، إذا مش مرجحات دير بالكمها، هي إشارات مش مرجحات لأنه في حملت هو أمه بشك، مش حملت به أمه، حملته أمه. فممكن بلك إشارات بس ممكن حمله وفصاله، حمله وفصاله ماشي ماشي يا شيخ باسم مليح، هي إشارات. قديش باقي للأذان؟ إيه لي ثلاث ولا أذان؟ طيب فحملته وين في حملته؟ احنا كري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طيب بس خليني شوي هون أتوقف. لاحظت إنه بخوضوا أحيانا بخوض البعض في موضوع بيت لحم وفيها ولا ما فيهاش نخيل، مع أنكم تعرفوا أنت بيت لحم تقريبا روحي شوية صغيرة هيك اللي أنت زرت في الغور بشيك، يعني متجاور مع الغور وال وبعدين مين قال بيت لحم؟ يعني حتى ملزمين احنا بيت لحم اصلا اثنين. بعدين مين قال انه هاي الموضوع النخلة هو موضوع ضمن السنن، بلكي من ضمن كل السياق اللي هو ايش اعجازي، حتى نقعد نقول شتا ومش شتا ونرد وما نردش. فهذا انا بشوف انه هو خوض في امر فيش عليه دليل، يعني ممكن في وقت اصلا ما فيش نخل، ومثل ما قد جعل ربك تحتك سرية جعلها النخلة، وكله في اطار ما هو اصلا عيسى فيما بعد كان يحيي الموتى ويخرج الموتى ويبرئ الاكمه والابرص وكان ياتيها رزقها في المحراب وكان الاخير مش قضية. فاذا هذا لا يصلح في مجال الاستدلال نقعد نقول انه في الشتاء ولا مش الشتاء، وصدقوا النصارى لما قالوا 25 ديسمبر وكانون يعني كانون اول ولا كذا ولا كذا، هذا ما لا يصلح فيش ادله. وبعدين انه في بيت لحم ولا مش في بيت لحم، مين قال احنا موافقين يعني بيت لحم؟ ايش عرفنا بيت لحم؟ لانه هذه القضيه احنا ممكن نخوض فيها ونبين هذه المسائل. هيك عم يسلم معناته انه بطل موضوع الجني موضوع عام، انه اجى وقت القطر، انه برضه كمان هذا في حالات خاصه. يعني هو لما خلق لها النخلة ممكن أيضا خلق لها الرطب جاهزة. خلص لو في 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 إشكال إنك تميل إلى إنه لا سنة طبيعية وإنه كان في نخل نخلة وإنه كان وقتها
ممتاز، من ناقش هذه القضية الاحتمال الثاني من ناقشه. والهز أي مرأة لما بتولد أيوة تمسك الإشي ما بتشده لقدام، بتشده لعندك. أيوة يساعد بنزول الخلاصة بسموها ونزول الطب ونزول الأشياء. إذا هي اللي بتضع بتشد إلها وهذا بيساعدها تنزل أمور أخرى. لطيف، مع أنك مش طبيب يعني. طيب هون طب نيجي لموضوع، موضوع انه النصارى بيقولوا انه مولد عيسى عليه السلام كان في 25 ديسمبر اللي هو يعني كانون اول 25 12 خلص الوقت. طيب احنا راح نخوض في مسائل اخرى ان شاء الله، واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.